الآن مع الورقة التالية بعنوان التعلم الرقمي لسد فجوة التعليم في الأزمات، يقدمها لنا الدكتور ماجد بن حمدان السلمي، أستاذ مساعد بجامعة شقراء تخصص حاسب آلي، حاليا يشغل منصب عميد البحث العلمي ومستشار لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في التخطيط والتطوير وتقنية المعلومات بالجامعة. سبق وأن شغل عدة مناصب، منها مشرف عام على الإدارة العامة للتطوير الإداري بجامعة شقراء، عميد الكلية التقنية بالدوادمي، عميد الكلية التقنية بينبع، مدير عام التدريب وتقنية المعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، مدير المعهد السعودي للبيع والتجزئة بجدة والرياض التابع لشركة صافولا، رئيسا لمركز خدمة المجتمع بمجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، شارك وحاضر العديد من المؤتمرات، حتى مع عدد من الأبحاث العلمية، وله عدد من الأبحاث المنشورة، حصل على العديد من الجوائز العلمية، وكرم لتميزه في مجال العمل، رئيسا وعضوا لعدد من اللجان بجامعة شقراء، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله صوت واضح؟ وبركاته. نعم واضح دكتور ماجد، حياك. أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا، سعيد بتواجدي بين المجموعة المميزة من المدربين والباحثين في جميع المجالات، ونشكر القائمين على هذا الملتقى المميز الحقيقة. ورش العمل وأوراق العمل اللي عرضت جميعها كانت مميزة في طرحها وأداها ومحتواها. الكل يعرف أنه حاليا العالم يمر ب جائحة، نسأل الله أن يبعدها عنا وعنكم جميعا وأن تمر بخير وسلامة. الحقيقة العرض اللي موجود عندي أنا تقريبا ينقسم إلى قسمين، أول حتكلم عن عرض أو ورشة عمل، وثاني هعرض لكم توصيات نتائج الدراسة البحثية اللي قمت بها. الحقيقة الصوت واضح، الأمور تمام لحد الآن؟ كل شيء تمام دكتور. على بركة الله نبدأ معكم. أخوكم الدكتور ماجد السلمي من جامعة شقراء. طبعاً التحول الرقمي والتعليم ودوره ومهامه حقيقة منذ طلوعه، ولكن ملاحظ أنه عندنا مشكلة كبيرة في عملية ما هو التحول الرقمي، وإن شاء الله أنه حنأخذكم في رحلة جميلة وممتعة خلال هذا العرض. طبعاً الكل يعرف أن نيلسون مانديلا تقريباً كانت له عبارة مشهورة وطلع في كتاب، أنه قال الـ Education is the most powerful weapon، قال هو يقصد أن التعليم هو السلاح القوي لتغيير العالم، وهذا فعلاً أنه الأمم تقوم على التعليم، والأمثلة كثيرة الحقيقة، ولا ودنا نذكر بعض الدول ولا نتجاهل بعض الدول، لكن التعليم له تأثير كبير جداً في تحويل العالم وتغييره إلى الأفضل بإذن الله. الوضع الراهن حنا نشاهد أنه عام 2018 أصدر البنك الدولي إحصائية تفيد بأن هناك 260 مليون طفل في جميع المراحل، أن طفل وشمل جميع المراحل لم يلتحقوا بمراحل التعليم، وهذا الحقيقة مشكلة كبرى وجرس إنذار للعالم يفيد بأهمية توفير التعليم لجميع فئات المجتمع. والتعليم كما نعرف الحقيقة، وخلال المحاضرات ورش العمل الفائتة الجميع تطرق إلى التعليم الرقمي والتعلم الرقمي، ولكن المشكلة أنه حنا في فيروس كورونا، ماذا فعل العالم؟ طبعاً الكل تأثر، سواء الاقتصاد والسياسة والصحة والتعليم وغيرها، وحتى التواصل الاجتماعي له، كان كوفيد-19 أو كورونا فيروس كان له تأثير سلبي على الجميع الحقيقة. وتشير إحصائيات اليونسكو في تاريخ 30/5 بأنه مليون ومئتين تقريباً متعلم، مليار ومئتين متعلم تأثروا بجائحة كورونا في 146 دولة على مستوى العالم. السؤال اللي يطرح نفسه، ما هو مصير هؤلاء المتعلمين، طلاب وطالبات، ونقدر نقول المتعلمين حتى الراغبين في تطوير أنفسهم. التعليم عندنا الحقيقة لازم نعرف أن التعليم حسب ما يراه الباحث في هذا البحث أنه هو عبارة عن أربع نماذج: تعليم تقليدي وهو التعليم الذي يعتمد عليه المعلم عند إيصال المعلومة في داخل القاعة، وتعليم عن بعد، وهذا اللي نسمع عنه حاليا، الجميع يتكلم عن تعليم بعد وتعليم
صار في لغط عندنا حقيقة بين تعليم البعد والتعليم الرقمي، ولكن كل واحد وكل نموذج له مميزاته ومواصفاته ومتطلباته واحتياجاته الخاصة. فالتعليم عن بعد يقصد به التعليم المباشر اللي هو عن طريق الإنترنت بين المعلم والطالب. عندنا التعليم الإلكتروني، وفي بعض الإي ليرنينج، وفي بعض الدراسات أشاروا إليه بعض الزملاء هنا بالتعليم الرقمي، هو التعليم الذي يتم توفيره على أشكال مختلفة الحقيقة، سواء بتوفير المعلومة على الإنترنت في أي مكان يستطيع الطالب أو المتعلم أو المتدرب أو الباحث عن المعلومة الحصول عليها. وعند التعليم المزيج أو المدمج، وهو التعليم الذي يخلط بين أحد هذه الأعمال النماذج من بعضها. مهم أن نحدد ما هو التعليم الذي نريده حاليا. لو في الوضع الراهن، لو تخيلنا أو افترضنا أنه التعليم التقليدي، ماذا مصيره في وضعنا الحالي في وجود كورونا؟ طبعا الكل يعرف أنه أكيد النتيجة حتكون فشل ذريع كبير للمنظمات أو الدول التي عندها فقط تعليم تقليدي، وربما هناك نسبة حقيقة نحتاج أن نسوي دراسة لهذا الشيء، هناك نسبة نجاح للتعليم لباقي النماذج التعليم الأخرى، التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني وتعليم المزيج. طبعا ما هو الحين حاليا نشهد تطور كبير في التقنيات الحقيقة في جميع المجتمعات والمجالات الطبية والتعليمية والعسكرية والاقتصادية. التقنية أصبحت تتطور بشكل كبير، الحكومات والشركات والمنظمات والمؤسسات والجهات التعليمية وجهات ما زالت بعضها تسير بنفس الطريقة والأسلوب السابق، وهذا نتج عنها أنه في فجوة كبيرة جدا نتجت بين التقنيات الحديثة الناشئة وتطورها وبين الأعمال وتطورها. لذلك وجد التحول الرقمي لسد هذه الفجوة. طبعا التحول الرقمي هو أنشئ في الثورة الصناعية الرابعة في عام 2011 أو 12، وأطلق على الثورة الصناعية الرابعة تقريبا التحول الرقمي، لأنها تهدف إلى تحول المصانع والشركات إلى جهات ذاتية. طبعا إيش هي التقنيات الناشئة والحديثة اللي تطورت بشكل هائل وما زلنا نحن في الأعمال والشركات والجهات والحكومات نسير بنفس النهج؟ عندنا الحوسبة السحابية. أنا ما أقدر أدخل في التفاصيل على كل هذه التقنيات، ولكن الأهم أنا بالنسبة لي يعني نستعرضها ونشوفها. الحوسبة السحابية بشكل هائل تطورت وربطت جميع وصار الجميع يتواصل ويخزن جميع بياناته على الحوسبة السحابية، أدوارها كبيرة وخدماتها كبيرة، فأصبحت تقدم خدمات كالبرامج والسيرفرات والبلاتفورم والإنفراستركشر، يعني كلها أصبحت هي as a service. ولها ثلاثة نماذج لكن صعب أن نتطرق لجميع. الأجهزة الهاتف المنتشرة حاليا بشكل كبير، الإنترنت الأشياء، وأصبح العالم متصل جميعا، والتجهيزات حاليا، والإنترنت يقصد بها أصلا هو اتصال التجهيزات الأجهزة بالإنترنت. والمتوقع أنه في خلال عام 2020 أو نهايته أنه يصير عندنا تقريبا 50 مليار جهاز متصل بالإنترنت، من أجهزة الاستشعار السنسورز ومن الموبايل يعني ومن أجهزة الحرارة، وجميع هذه الأجهزة الاستشعار متصلة بالإنترنت، شبكة التواصل الاجتماعي، تقنية كشف المواقع والتفاعل المقدم بالإنسان ولاية وتوثيق العملات والطباعة ثلاثية الأبعاد وأجهزة الاستشعار الذكية، الواقع المعزز والواقع الافتراضي ودورهم في التعليم والتدريب. ونعرف أن الحين هم يعتبرون من الركائز، وهم لا يعني أتوقع بنظري أنهم هم لحد الآن الواقع والمعزز والواقع الافتراضي في بداياتهم، لأنه لها دور كبير في عملية خلق بيئة تعليمية وتدريبية، في عملية إنشاء واقع معزز وواقع افتراضي للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والأساتذة في الجامعات. البيانات الكبيرة ودورها وتحليلها في تحديد وتنبؤ واستقصاء توجهات وتحديد بعض الأنماط التي تساهم في تغيير العالم، التفاعل مع المستخدمين مستفيدين. طبعا في تقنية ما هي موجودة هنا وهي تعتبر عنصر رئيسي وأساسي، الذكاء الاصطناعي، والعالم حاليا يخش يعني مقبل على ذكاء اصطناعي مخيف جدا، نتمنى أن يكون له فائدة كبيرة الحقيقة. السنين القادمة فيه تطور كبير جدا للذكاء الاصطناعي،
وإن شاء الله يكون له أثر إيجابي علينا. طيب، ما هو التحول الرقمي؟ طبعاً النقطة الأساسية أن التحول الرقمي يعتبر محور رئيسي في تغيير التعليم من الوضع التقليدي إلى الوضع يخدم جميع فئات المجتمع في أي وقت وفي أي مكان، وهذا يحدد نموذج التعليم الذي نريده. كذلك له تأثير كبير في تغيير ثقافة المجتمع، ويساهم في تطوير مهارات الطلاب والمعلمين وأساتذة الجامعات والجميع الحقيقة والعاملين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي في جميع العالم. للأسف هناك بعض الدول ما زالت تحتل مراكز متأخرة في استخدام التقنيات، وعلى سبيل المثال كدول أمريكا اللاتينية الحقيقة. برضو هناك دراسة أطلقت من المنظمة العالمية للجامعات، أنا ما أدري إيش المنظمة، لكن موجود دراسة من 1 نوفمبر 2018 إلى 1 أبريل 2019 مع عدة مستشارين في نفس المجال، تفيد بأن مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم 51%، وهذا الحقيقة يعيدنا إلى عنوان المنتقى الإنصاف. 49% الباقية أين هيكون دورهم في هذا؟ الإنترنت لها دور كبير في عملية التعلم، وهي محور وركيزة أساسية للوصول للمعلومة. لذلك المنظمة أطلقت unequal access، يعني to internet implies unequal access to information, knowledge and international networks. هو محور أساسي إنه ما في تساوي، إذا كان ما في تساوي في استخدام الإنترنت فهذا دليل على أنه ما في تساوي ولا في إنصاف في عملية الوصول للمعلومة والحصول عليها. إذن التحول الرقمي، ونتكمل عن التحول الرقمي. التحول الرقمي له مراحل تطور مر بها الحقيقة. هو نشأ في في مصطلح اسمه ديجيتايزيشن، الرقمنة. الرقمة الحقيقة الكل يعرفها ويعرف أنها هي عملية تحويل المواد إلى صيغة رقمية. حقيقة ما نقدر نبحر فيها، لكن هي هذا المختصر، تحويل الصيغة المادية إلى صيغة رقمية. عندنا تحول إلى أتمتة، أصبح الصيغة الرقمية هذه تتعامل مباشرة مع الجهة أو الجهة. أنا أعطيكم مثال، أنه لو أنا أبغى إجازة فهي الصيغة الرقمية أن أحول الورقة هذه إلى PDF فايل وحمل على الإنترنت. الأتمتة أني أحول هذه الورقة PDF إلى نموذج يتم إرساله مباشرة بدون ما يصير فيه ورق مورق. نجي للتحول الرقمي. التحول الرقمي هو إعادة تصميم نماذج الأعمال إلى نماذج عصرية توظف فيه البيانات والتطبيقات والقدرات الرقمية بالشكل الأمثل. هذا التعريف المتعارف عليه، لكن هناك عدة تعريف. منها نايسكوب هو التحول الشامل للأنشطة التجارية والتنظيمية وكذلك العمليات والكفاءات والنماذج للاستفادة بالشكل الكامل من التطورات والفرص التي توفرها التقنية الرقمية بطريقة استراتيجية. هو توظيف CIO، هو توظيف القدرات الرقمية في العمليات والمنتجات والأصول لتحسين الكفاءة وتعزيز القيمة للعملاء وتمكين إدارة المخاطر وإتاحة فرص جديدة لزيادة الدخل. أيضاً غارتنر هو عملية استغلال التقنيات الرقمية والقدرات الداعمة لتكوين نموذج أعمال رقمي جديد ومتين. الحقيقة في أغلب الورش العمل اللي أعقدها أنه دائماً لما نتطرق إلى التحول الرقمي يصير ويتوجه جميع الفكر عند الموجودين إلى أنها هي تقنية. التحول الرقمي ليس تقنية. لو أني أجيب في مؤنشاتي وعندي منشأة وأجيب أفضل شركة في العالم في التقنية وأنا ما زلت أمارس نفس أستخدم نفس نموذج العمل وأستخدم نفس الإجراءات لن يتغير شيء. لذلك التحول الرقمي في التعليم يعرف على أنه تغيير شامل في نماذج الأعمال، نوع التعليم اللي أنا أبغى أتحول له، باستخدام التقنيات الحديثة الناشئة بطرق ابتكارية لإنتاج خدمات ومنتجات ترتكز على العملاء وتلبي احتياجاتهم. هنا الإنتاج الخدمات والمنتجات هنا نقصد فيها المواد العلمية والكونتنت والمحتوى وطريقة إسالة للطلاب والطالبات والمدربين. ألقى أمس الدكتور الله نسيته زميلنا عن العملاء وكيفية أني أنا أنتج محتوى ذو قيمة. المحتوى ليس فقط أني أحط عرض باوربوينت ولا أحط PDF فايل وأبدأ أشرح. مع التقنية اختلف هذا الفكر واختلف هذا التقديم طبعاً. والعملاء عندنا هنا الطلاب والمعلمين،
إذن التحول الرقمي مهما اختلف تعريفه فهو يتمحور حول التقنية، لا يتمحور حول التقنية بل يركز على المستخدم ونموذج العمل. أنا قلت إن إذا ما كان عندي وضوح كامل لنموذج العمل، نموذج الأعمال القديمة ليست في السوق حاليا، ومن استمر بنفس نموذج العمل والأمثلة كثيرة، عندك كودك، بلاك بيري، شركات عظمى كبيرة أخذت من السنين كودك، كل العالم كان ما يتصور إلا بكودك، اختفى لأنها لم تحاولت هي في تحويل نموذج العمل عليها تقريبا لمدة 12 سنة أو 22 سنة ولكن لم تنجح، في النهاية انهارت وأعلنت إفلاسها. النماذج كثيرة والأمثلة كثيرة، لذلك التحول الرقمي يجب أن نفهم أنه يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية. أولا يجب أن أعرف أنه لازم يتم تغيير في نموذج العمل. ثانيا أنا أستخدم التقنيات كوسيلة لتحسين العمل. ثالثا إذا ما كان العمل ونموذج العمل والتقنيات هذه تتمحور حول العميل نفسه وتجربته، ونعرف رحلة العميل في استخدام المنتج أو الخدمة اللي تقدمها المنظمة أو التعليم أو الجهة أو الشركة، إذن فما هي فائدة التحول الرقمي؟ هذه المحاور الرئيسية الثلاثة لها دور كبير في إنجاح التحول الرقمي. طبعا أركان التغيير للتحول الرقمي هناك حقيقة دراسات تقول ثلاثة أركان وهناك خمسة أركان، ولكن الحقيقة أنا أشوف أنها هي أربع أركان ربما تزيد وتنقص حسب كلها. وجود استراتيجية رقمية واضحة ورؤية واضحة تحتوي على التحديات والأهداف وخارطة طريق لبناء هذه الاستراتيجية. أنا لما أجي أتحول للتعليم أنا مستحيل أجي وأقول تعال يلا خلنا نبدأ تعليمنا نبدأ نحول رقميا، ليس بهذه الطريقة ينجح التحول الرقمي. لا بد أن يكون هناك في استراتيجية واضحة من الجهة أو من الدولة أو من أنا. يعني مثلا اليونسكو والأمم المتحدة حاليا إذا أرادت أن تساهم في عملية تحويل بعض الدول وتزويدهم بالتعليم الإلكتروني والتعليم البعد والتعليم المدمج وتحويلهم من التعليم التقليدي، لازم يتم وضع استراتيجية وتحديد جميع التحديات والرؤية والأهداف والمبادرات التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف. القوة العاملة والعملاء، طبعاً احنا قلنا كل العمل عندنا يتمحور حول العملاء، طبعاً المفترض أنه الحقيقة هي تكون جزء لوحدها ولكن أنا دمجتها مع القوة العاملة والعملاء لأنها هي مكمل البعض. وجود قوة قادرة، قادة قادرة مؤثرين على المنظمة داخلياً وخارجياً يساهمون في قيادة التحول الرقمي، قوة عاملة متمكنة، العاملين بالمنظمة لديهم الرغبة، التركيز على العملاء، أنا لازم أعرف احتياج العميل، ماذا يريد؟ الطالب ماذا يريد؟ المعلم ماذا يريد؟ لازم نفرق في أنواع التعليم، هناك تعليم طبي، هناك ذو احتياجات خاصة، ما هي الاحتياجات اللي أنا أحتاجها لكل هذه الفئات؟ هذا المفترض يوضع جميعها في كل في الاستراتيجية. طيب أنا كيف أتعامل مع طلاب الطب؟ يحتاجون إلى تطبيق عملي، كيف أتعامل مع طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هذه كلها تحتاج إلى دراسات واقعية يتم بناء عليها إيجاد بعض ثقافة المنشأة. أنا لما أجي دولة وأقول بحولكم تحويل رقمي للتعليم أو منشأة أو منظمة أو جهة تعليمية أو وزارة تعليم مثلا، لازم أنا يكون عندي فيه ثقافة تغيير، لازم المجتمع اللي أعمل فيها والمنظمة والمؤسسة يعرفون ماذا، ما هو دور التحول الرقمي، أنا أتحول لماذا، لازم أنا أستخدم ابتكار في عمليات تحولي. المنتج اللي أنا أطلعه والمادة العلمية اللي أنا أنتجها إذا ما طلعتها بطريقة ابتكارية تميزني عن غيري فأنا لن أستمر في السوق. ثقافة التعاون الداخلي بين الجهات والخارجي، ربما نجد في بعض المنظمات والجهات إدارات داخلية تتناحر بما بينهم، فلا بد أن يتم نشر ثقافة التعاون. إذن أنا أعددت استراتيجيتي ونشرت الثقافة وعندي قوة عاملة وعرفت احتياجاتي العملاء والتركيز، أنا أبدأ أشوف القدرات التقنية اللي موجودة في المنظمة أو أني أحتاج أني أزيد بعض القدرات التقنية. كم باقي يا أستاذ دكتور آمل؟ متبقي 14 دقيقة. ما شاء الله جميل. طبعاً فكل هذه هي أركان التغيير للتحول الرقمي، يعني لا
لا نجد، لا نتمنى أن نجد أنه خلاص حنا نبغى نجي خلاص حولنا رقمين يلا إن شاء الله نبدأ بكرة. هذا الفكر والتوجه اختلف كليا. لا بد أن يكون عندنا استراتيجية واضحة لها دور كبير في عملية التحول الرقمي. طبعا يعني الحقيقة نعرف ما هو النموذج العملي اللي نتحول عليه، هل الجهات قابلة للتحول الرقمي أو لا. طبعا فوائد التحول الرقمي، هناك فوائد كبيرة حقيقة لجميع الجهات، للعملاء والشركات والمنظمات والمؤسسات والحكومات. ونلاحظ حاليا بعد كوفيد 19 نجد أن بعض الجهات الحكومية أو بعض الوزارات والحكومات ساعدت، يعني الحقيقة كانت لديها خطة في التحول الرقمي وكانت لديها تجهيزات وبنى تحتية، ولكن لم تكن مفعلة بهذا الشكل. ولكن سبحان الله بالرغم أننا متأثرين اقتصادياً وبشرياً وصحياً من كوفيد 19 إلا أنه نتج عنها هناك بعض الأثار الإيجابية التي أطلقت بعض الجهات والوزارات والدول، أطلقت فيها العنان وأبدعت في عملية التعليم. هما أطلقوا عليه حالياً التعليم عن بعد كله، سواء تعليم إلكتروني، تعليم عن بعد، تعليم مزيج، تعليم مختلط، كل هذه يطلق عليها التعليم عن بعد حاليا. طبعا لما جاءت جائحة كورونا الحقيقة التعليم يعني في العالم التعليم مر بثلاث مراحل. مرحلة أولى أنه العالم بعض الدول اتخذت قرار بإيقاف جميع المدارس على مستوى الدولة، بعض الدول لا أحددت بعض الأماكن وأوقفت فيها بعض المدارس، وبعض الدول استمرت في عملية التعليم والتدريب، التعليم والتدريب، لأنها لم تكن الحقيقة عندها خدمات إنترنت ذات النطاق العريض أو أجهزة ذكية تتوافق مع مستوياتهم المعيشية. ومنها يعني مع احترامي لجميع الدول في أفريقيا الجنوبية، أفغانستان، كل هذه دول ساهمت فيها عملية أنه استمر فيها التعليم جسدياً أو فيزيكلي بسبب عدم وجود البنية التحتية المناسبة. طبعا يوفر التحول الرقمي التكلفة والجهد بشكل كبير جدا، وهذا ما يلاحظ. يعني انا كنت في ورشة عمل امس، فزملاء كانوا التحول الرقمي ساهمهم في انهم كانوا في عملية الطلاب، يقول حنا كنا كل طالب يحتاج الى بطاقة صراف او بطاقة جامعة يجي مرنا ويصور لنا ونعطيه صورة ويوقعنا على تعهد، يقول كل هذه انتهينا منها. انا حاليا اقدر انتج اكثر من 100 في يمكن في ساعة في ساعتين بطريقة واحدة. فهذه الأمور كلها كان لها دور إيجابي في عملية التوجه المنظمات والجهات إلى التحول الرقمي، يحسن الكفاءة التشغيلية وينظمهم. هذا من أهم العناصر اللي اختصر علينا بعض الجهد الكبير. بعض الإجراءات يعني كانت تأخذ منا حقيقة جهد كبير في عملية الحصول على المعلومة. في ثلاثة فائدة، يعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات. عندنا مثلا في السعودية في بعض الإجراءات كانت تأخذ مننا 5 خطوات 8 خطوات واختصرت إلى 3 إلى 4، وهذا حقيقة أمر يسهل ويسر على المقيمين والزائرين والمواطنين عملية الاستفادة من هذه الإجراءات. يخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة. مستحيل أن يتحول إلى تحول رقميا وأنا ما زلت بنفس الفكر والإجراء والآلية السابقة. أنا لازم أنافس العملاء، أنافس المنافسين في السوق بأن أنتج منتجات وخدمات فيها عمليات ابتكارية. لذلك طلع مصطلح عندنا اسمه الابتكار الرقمي. الابتكار الرقمي، أنا لماذا أحتاج الابتكار الرقمي؟ كيف أقدم هذه الخدمة بطريقة مبتكرة؟ كيف أقدم هذا المنتج بطريقة مبتكرة؟ زي ما تكلم الدكتور علام، بروفيسور علام أمس في عملية الدعاية التي تم استخدامها في نيستا أتوقع، وكيف أثرت عليها وكيف فشلت وكيف وكذا. في المقابل أنه أنا كيف أخترع طريقة إبداعية مبتكرة لتسويق منتجي، وكيف لو تكلمنا عن التعليم هنا، أنا كيف أقدم محتوى ذو فائدة بطريقة شيقة وممتعة وتلمس المتدربين والطلاب والطالبات وتساهم في تطويرهم، وبرضه تسهل على المعلم. الطريقة السابقة حط باوربوينت وأنا ورضع، لا هذه ما هي طريقة جاذبة. طبعا هي بعض المواد يمكن ما تحتاج هذه الطريقة، لكن الأغلبية
هناك إبداع وابتكارات جميلة جدا في عملية التهليل، كيفية وضع الأسئلة، كيفية البحث عن المعلومة، كل هذه طرق ساهمت في عملية تطوير التعليم. برضو يساعد التحول رغم المؤسسات والشركات على التوسع والانتشار في نطاق أوسع. نجد أن بعض الشركات والجهات والمنظمات بدأت تنتشر وهي على قولهم عند التحول الرقمي، والتعليم حاليا يستطيع أن ينتشر على مستوى العالم، ودور هذا في التعليم البعد والتعليم الإلكتروني. كلنا نتعلم، كلنا نستطيع أن ندخل على برامج تدريبية، وأنا جالس في بيتي وأتعلم وأشارك الجمهور مثل ما نشارككم دحين هذا العرض، ونستمع إلى العروض الجميلة المبدعة السابقة، وتستفسرون ونطرح الأسئلة ونناقشها. كل هذه أصل من مميزات اللي ساهمت في عملية التوسع. ما هو زي سابقاً أنه كنا لازم نحضر على المادة التدريبية، أحضرها في القاعة والمحاضرة والمسرح عشان أحصل على المعلومة. اختلف الوضع كلياً مع وجود التحول الرقمي. طبعاً البعض يقول التحول الرقمي مصطلح جديد توحد، المصطلح هذا في تطور. الكل يعرف أنه مصطلحات مرت المجتمع والعالم مر بمراحل كبيرة حقيقة. أولاً كنا نسمع عن التعاملات، يعني ما كنا نسمع سابقاً إلا عن حاسب وطابعة. بعدين أتت الإنترنت في الثورة الصناعية الثالثة وغيرت المصطلح والحواسيب والعالم، وطلع عندنا في فترة معينة مصطلح الحكومة الإلكترونية، وبدأت الجهات والدول تتحول إلى الحكومة الإلكترونية. تحول هذا المصطلح من الحكومة الإلكترونية إلى التعاملات الإلكترونية وتوسع، وبدأت الأمثلة والنماذج الجميلة تطلع على الواقع. ومنها عندنا احنا مثل أبشر من أهم وأفضل المنتجات العالمية على مستوى العالم، أتوقع تقدم خدمات جليلة ومميزة للمواطنين والمقيمين، وفر على الدولة في أمور كثيرة، يمكن يعني تقريبا بحدود 32 مليار إذا لم تخني الذاكرة. سهل الإجراءات وبسط العمليات ووفر الجهد والوقت. هذا مثال فقط واحد. أبشر طبعا الحقيقة النماذج كثيرة، نماذج أنا أتذكرها لأن بالسعودية، لأن أنا مطلع على اللي هنا موجود فيها، ولا نماذج في العالم، في نماذج مميزة في جميع دول العالم الحقيقة، بدون أن يعني حقيقة نبخس حقهم. أمور كثيرة الحقيقة ساهم فيها التحول الرقمي وأثرت على العالم إلى الإيجاب الحقيقة. طبعا أنا مسوي دراسة الحقيقة، الدراسة هذه شملت تقريبا 200 ورقة علمية وتقارير تم الاطلاع عليها وفحصها والتأكد، وتم تحديد بعض الحقيقة الكلمات التي تطرقت لها الدراسة، وهي التحول الرقمي في التعليم، التعليم عن بعد، التعليم الإلكتروني، التعليم. طبعا هي مصطلحات التعليم الإلكتروني والتعليم الرقمي، ولكن التحديات نفسها، تقنيات التعليم، تقنيات التعليم، التقنيات في التعليم العالي. طبعا تم تحديد بعض المحاور. طبعا 200 ورقة علمية تم وجود أن هناك 24 دراسة تنطبق عليها معايير الدراسة. طبعا أهم النتائج التي طلعت بها الدراسة هي وجود 10 تحديات أساسية. هذا ليس عرض، أنا ماني قاعد أعرض لكم عشان بس بناء، هذه بناء على الدراسة ونتائجها. طبعا بعض النتائج، بعض التحديات موجودة، ولكن بعضها تم يعني دمجها في 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 تحدي آخر لأنها تعني بنفس المحتوى. البنية التحتية ومشاكلها، نجد أن هناك يعني بعض الدول لا يوجد فيها بنية تحتية. الحقيقة في دراسة موجودة، لكن إنما الوقت لا يسعفنا أن نستعرض جميع. بعض الدول ليس عندها بنية تحتية، وإن كانت موجودة فهي ضعيفة جدا. إذن هنا ما في إنصاف لهذه الدول. أين دور الحكومات في عملية تطوير هذه؟ أين دور الوزارات التقنية والاتصالات في عملية تطوير البنية التحتية؟ العالم تطور حاليا، حنا نستنى 5G وال6G، نستنى الذكاء الاصطناعي، نستنى الواقع المعزز، الواقع الافتراضي. أنا بدل ما أجي أزور، أجي أنا وأنت نطلع نلبس النظارات، وين هي عندي هناك، نلبس النظارات ونبدأ نأخذ جولة في أي دولة على العالم وإحنا جالسين في بيوتنا. فاختلف البنية التحتية، لها دور كبير في عملية الأبراج، في عملية 5G. حاليا الكل يعرف أن الأبراج اختلفت، بدل ما كانت من الأبراج الكبيرة، هذه صارت عندنا أبراج صغيرة تقريبا توضع على كل 200 متر 300 متر. طبعا لها أثار سلبية، ولكن إن شاء الله أنها إيجابية أكثر بإذن الله. التكلفة،
هناك بعض المجتمعات لا تستطيع أن تدفع التكلفة للاتصال بالإنترنت أو توفير هذه البنية التحتية. منصات التعليم، كثير وجود منصات تعليمية، لكن ما هي المنصة المناسبة؟ لذلك حسب ما استعرضت قبل، وجود استراتيجية تقنية رقمية واضحة تحدد فيها هذه المبادرات والاحتياجات. المحتوى من المنصات، كيف أنا أعطي محتوى؟ كيف أنا أتولى عملية إيجاد طرق حديثة ومميزة لتوفير المحتوى؟ الدعم، وأنا لو وجدت منصة وحطيته ولما أوفر الدعم الكامل لهذه المنصة والبنية التحتية لهذه الجهات أو المنظمات أو الوزارات التعليم. المقاومة، نعرف أن حيصير هناك مقاومة في بعض وزارات التعليم، في بعض المدارس، في بعض الجامعات، لحد الآن في بعض المجتمعات يكون هناك في مقاومة كبيرة في عملية أنه أنا كيف أدخل التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد أو التعليم الممزج المدمج في هذه المدرسة أو الجامعة. يحتاج إلى مقومات، إلى تجهيزات التدريب، معناه أنه يحتاج المجتمع هذا يحتاج إلى تنمية المهارات، نشر المعرفة. التدريب هو أحد الوسائل اللي يساهم في عملية تدريب المجتمعات على استخدام التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وهكذا. التكامل، منصة التعليم هذه لما أجيبها يجب أن تكون متكاملة مع الأنظمة الموجودة، لا يكون هناك في جاب. الموثوقية، كيف أثق أنا بهذا المنتج؟ الأمان والخصوصية، يتكلم الأستاذ تركي حاليا على أهمية الأمن السبراني. أنا حشيل كل الأمور هذه، أنا أسميها شيل القش هذا كله، المحتوى هذا كله وحطه على الإنترنت، طيب إيش الأمان والخصوصية اللي أنا أتوجه باستخدامه؟ اللوائح، هناك بعض المجتمعات لا يوجد فيها لوائح باعتماد التعليم الإلكتروني أو التعليم البعد الحقيقة. دكتور ماجد، نعم، معنا دقيقة واحدة إن شاء الله. خلاص، طبعاً الأهم أهم أهم التحديات اللي تواجه التحول الرقمي في التعليم هي هذه حسب بناء النسبة وأعلى الويت اللي هو بين التحتية، التكلفة، منصة التعليم، الدعم، التدريب، اللوائح. هذه أهم التحديات حالياً. طبعاً الأخرى مكملة لها، ولكن الأثر السلبي، الأثر أكثر ويت أو وزن أعطي لهذه الدراسات حسب النتائج البحث هذه الخمس أو ست. طبعاً أنا أقترح حقيقة أنه يكون عندنا إطار مقترح للتحول الرقمي لسد فجوة التعليم في الأزمات. طبعاً هذا الإطار المقترح في الدراسة اللي هو لازم أن نبدأ بديجيتال، أتودنا أنه يأخذ 3 دقائق 4 دقائق من الوقت، يكون عندي خطة استراتيجية رقمية تحدد فيها يتم عمل السوات لكل منشأة أو كل دولة، الفيجن، الأوبجكتيفز، المبادرات، كيف أنا أقيس هذه النتائج كلها. أنا وضعت الخطة كاملة، الخطة لازم تشتملها من الـ A إلى الـ Z. صحيح أنها تحدث، ولكن لا بد أن نبدأ بخطة رقمية عشان أتحول الرقمي. برضو لازم يكون عندي إنفراستراكتشر، أنا حطيت خلاص وضعت الخطة الاستراتيجية الرقمية حقتي، لازم يكون عندي إنفراستراكتشر تحتوي على جميع المكونات والاحتياجات من الكونكتيفيتي، من التاورز، من الديفايسز. في ناس لا يستطيعون عملية الوصول للإنترنت لأنهم ليس عندهم أجهزة، لا يوجد لديهم أجهزة لابتوب، آيفون، بي سي وهكذا، ما هو آيفون، إحنا ما نتكلم جهاز الجوال، فهي يعني دخلهم بسيط. ولكن هناك الأمم المتحدة ما شاء الله جهدها جميل وداعم في هذه الأمور كلها حقيقة. أنا حددت الإنفراستراكشر والحمد لله نجحنا، إذن لازم أحدد البلاتفورم اللي أنا أستخدمها. عندنا منصات كثيرة، والبلاتفورم هذه لازم أول شيء تحتوي على إنتجريشن مع الأنظمة الموجودة. ما هو المحتوى حقي أنا اللي أحتاجه؟ لازم أنا أركز على محتوى المحتمى delivering الكونتنت هذا أو إيصال المحتوى بطرق يعني جاذبة وممتعة تتواكى مع احتياج كل تصنيف، طلاب الطب، طلاب ذو احتياجات، هذه لازم نحددها في الديجيتال حقتنا ولا الخطة الاستراتيجية. التريننج، أنا لما أجي أوفر هذه كلها الناس يحتاجون تدريب، الطلاب والمدرسين وأعضاء التدريس والإدارة حقت المدرسة والجامعة والفاميليز كلهم ذولي يحتاجون تدريب. كل هذا أنا أحطه في الحوسبة السحابية. طيب أنا أحدد، لازم أحدد إيش نوع حق التعليم، هل أنا أحتاج this is learning ولا e-learning ولا blended learning. أنا أحتاج أن أحدد نوع التعليم اللي سوف أوفره. كل الأمور هذه البلاتفورم والجهات لازم يكون عندي درايفر، عندي
أركان أساسية لازم أعتمد عليها. أنا كيف أستخدم الـ AI الذكاء الاصطناعي في التعليم؟ لازم يكون عندي سايبر سيكيورتي، لازم أنا أحمي بياناتي ومعلوماتي الموجودة وجميع الأشياء التي يهتم بها السايبر سيكيورتي، وفر بيج ديتا للحصول على معلومة وتوفير المعلومات وتحليلها ومعرفة نمط الطلاب والمعلمين وتوجهاتهم واحتياجاتهم. الاي او تي، استخدام بعض الاي او تي وتجهيز والأجهزة التي تساهم في التعليم والتعليم، طبعا في الواقع المعزز، الواقع الافتراضي، جميع الأشياء دي نقدر ندرجها. هذا هو حقنا طبعا. أنا وفرت بلاتفورم، طيب أنا لازم خلاص الطالب أخذ الجامعة وخلص، طيب في الكوارث كيف يتم التواصل مع الجهات الأخرى؟ في مقترح أنه يكون عندنا حاجة اسمها Government Safe Space، اللي هو عملية شيرينج المعلومة، كل جهات الجهة الحكومية، الجهات الحكومية، هو في القطاع الخاص يسمونه Enterprise Safe Space، فهو عملية أنه كيف الجهات الحكومية هذه تتواصل مع بعض وتتبادل المعلومات. التعليم يضع المعلومات حقته على هذه البوابة والجي اس بي التكاملية ليتمكن غيره من وصوله، الجوازات، الكهرباء، جميع الجهات الحكومية تستطيع أن تضع هذه المعلومات هنا طبعا، وإنشاء one stop shop، واحد بورتال للوصول إلى هذه المعلومة وتبادلهم. أنا كطالب أستطيع أني تخرجت الجامعة وأنا في الجائحة حاليا، إيش حسوي؟ فأنا أني أروح أقدم على الوان ستوب شوب وأتواصل مع جي إس بي، فقط أدخل رقم البطاقة والآي دي الذي يسمح لي بأن ينقل جميع بياناتي وملفاتي إلى وزارة التعليم، إلى الجهة أو الشركة اللي أنا الجهة الحكومية اللي حقدم عليها وظيفة. ما يحتاج أني أحمل ملفاتي وأجيب ولا أرسل ملفات على البي دي إف فايل ولا على الإيميل، فهي وان ستوب شوب يساهم في عملية توفير هذا الوقت والجهة والتكامل بين الجهات مع بعضها. طبعا الوان ستوب هذه هي بورتل واحد يجمع جميع الجهات، يتواصل مع الجي اس بي الجوفرمنت سيرفيس باس اللي هي الخدمات التكامليه بين الجهات الحكوميه، وبناء عليه يتم توصيل جميع الاحتياجات الى الجهات الاخرى من بيانات وداكمنت. يعني ما يحتاج انا كمواطن مقيم اكتب كل حاجه في تقديم الطلب مثلا الوظيفه او النقل انا اي نعم الوقت إيه خلاص على وشك عندنا، فانا احتاج فقط اني ادخل رقم البطاقه وبناء عليه تاتي جميع بياناتي من الجهات. هذا الاطار المقترح للتحول الرقمي لسد فجوه التعليم في الازمات. اي استفسار حياكم الله على الوقت ان شاء الله. يعطيك الف عافيه دكتور ماجد، بارك الله فيك.